انتشر فيديو الأيام اللي فاتت لبعض أبطال المسلسل الأسباني الشهير ماني هايست، وهم بيوجهوا رسالة للعالم كله هدفها دعم أهالي غزة. الفيديو ظهر فيه اثنين من أبطال المسلسل وهم بيدرو ألونسو واللي قام بشخصية برلين، بالإضافة للفنانة ألبا فلوريس واللي قامت بدور نيروبي. الاثنين الفنانين أدانوا في الفيديو كل الممارسات العنيفة اللي بيتعرض ليها الشعب الفلسطيني، سواء بعمليات التهجير القسري والقتل الوحشي، وده طبعا بالإضافة لتدمير القطاع الطبي بشكل كامل وعدم وجود الرعاية الطبية الكافية للمرضى وخصوصا النساء الحوامل. وقدر الفيديو أنه يحقق ملايين المشاهدات حول العالم ويخلق حالة من التعاطف الكبيرة مع معاناة الشعب الفلسطيني.